بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ رجاء كتابة رقم واحد إذا الصوت واضح. طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، إمام الأولين وخاتم النبيين، الذي أرسله الله عز وجل لينير للبشرية ويكون رسولا وهاديا وبشيرا ومعلما للخير، قائدنا وقدوتنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي وفقنا لأن نجتمع هذا اليوم المبارك في هذه الأمسية المباركة والمميزة، بتميز أبناء وبنات الوطن، وبتميز الجهة الحاضنة المكتبة الرقمية السعودية التي نفتخر فيها جميعا كباحثين وكباحثات بما توصلت إليه وما أوصلتنا إليه من العالمية. وكلنا يدرك تماما ماذا تعني المكتبة الرقمية وما هي الخدمات التي قدمتها. قبل أن أبدأ في تقديم الدورة، أتقدم بالشكر الجزيل للوطن الغالي ولقيادتنا ولولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولحكومتنا الرشيدة على ما تبذله من جهود مباركة وموفقة لأبناء وبنات الوطن في سبيل العلم النافع ليساهموا في اقتصاد الوطن، وكل منا يساهم ويستطيع أن يقدم بما يستطيع في ضوء ما حباه الله عز وجل من إمكانات وقدرات ومؤهلات يستطيع أن يساهم بها في بناء هذا الوطن الغالي. كما لا يفوتني أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور عبد الحميد السليمان ولكافة الزملاء في المكتبة الرقمية وللأستاذ طلال الجلفان خصوصا للتنسيق الأكثر من رائع ولتسهيل مهمتنا في مكسب وأبدع ببناء شراكة علمية نوعية نحسب أنها إن شاء الله تساهم في بناء الباحثين والباحثات من خلال هذه المبادرة، مبادرة الإدارة البحثية. ولعلي أتقدم بالشكر الجزيل للزملاء الأفاضل في مكسب وأبدع ولفريق الجدارات الذين بذلوا جهد متواصل لمدة عام دراسي كامل حتى ظهرت هذه المبادرة، وإن شاء الله ننطلق منها اليوم وترون بأنفسكم أن هذه المبادرة مبادرة نوعية تخدم الباحث المبتدئ والباحث اللي في المرحلة السنة الأولى والسنة الثانية والماجستير والدكتوراه وأعضاء هيئة التدريس والأستاذ المشارك والأستاذ البروف، وكلنا إن شاء الله نتكامل في بناء المعرفة. لا أريد أن أطيل في البرنامج، البرنامج مشروح ونستقبل في مكسب أبدأ مقترحاتكم حول تطويره في النسخة الأولى الآن، وعملنا شراكة مع جامعة الملك سعود في مكسب أبدأ، ونسعد إن شاء الله من خلالكم إلى رفعة هذا البرنامج ليكون إن شاء الله برنامج رائد على اسمه ومسمى. لن أتحدث كثيرا في البرنامج، لكن الهاشتاج موضوع أمامكم هو الآن في موجود تحت، خلوني أعلم عليها الآن، موجود في أسفل الشريحة، كيف أطير عليها، أسفل الشريحة موجود الآن. سنقفل الشات الآن، عندنا سيكون المشاركة سواء بالمقترحات أو بالفائدة أو بالنقل عبر الهاشتاج الموجود في الشرائح. أتمنى من الجميع تزكية البحث، تزكية اللقاء من خلال الهاشتاج، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. هذا برنامج الجدارات أمامكم. الجدارات تتكون من 8 جدارات، ركزوا معي فيها لأنه أريد اليوم إن شاء الله ننطلق. من يحضر معنا اليوم سيحضر معنا كافة اللقاءات القادمة، وأتوقع آلية التسجيل وآلية الاشتراك موجودة عن طريق الأستاذ طلال وعن طريق المكتبة الرقمية. حللنا اهتمامات الباحثين، وحللنا ماذا يريد الباحث وماذا تريد الباحثة،
وجدنا أن الباحث عنده مجموعة من المهارات حصرناها في 8 جدارات: الجدارة الشخصية، الجدارة التنظيمية، الجدارة اللغوية، الجدارة المهنية، الجدارة البحثية، الجدارات المنهجية، الجدارات التقنية، والجدارات الأكاديمية. وتحت كل جدارة مجموعة من المهارات. مثلا اليوم سننطلق في الجدارات الشخصية، وناخذ الجدارة الشخصية لديها 3 مهارات أو 3 دورات. سننطلق إن شاء الله في اليوم في دورة الباحث الرائد. طبعا المحاور الأساسية لدورة اليوم إن شاء الله: من هو الباحث الرائد؟ كيف يكون البحث أصيل؟ ما هم أنواع الباحثين؟ ما خصائص الباحث الرائد؟ وما المراحل التي يمر بها الباحث الرائد؟ أنا أعدكم بإذن الله تبارك وتعالى أنا أعدكم بإذن الله تبارك وتعالى بأن إن شاء الله بحضوركم معنا خلال هذه الدورات وهذه المناشط العلمية سأستطيع أن أقول كلنا نصل إن شاء الله إلى الريادة البحثية أو الباحث الرائد، ونحقق هذا المفهوم إن شاء الله في بحوثنا. ما تتميز به دوراتنا أن فيها تطبيقات عملية، فيها مشاركات، وفيها تأصيل على أرض الواقع للباحث. ونسأل الله عز وجل التوفيق في مسيرة دوراتنا ودورة هذه الليلة. الآن مدخل لهوية الباحث عبر الهاشتاج. أريد منكم المشاركة في بنضع الآن في الهاشتاج سنضع الآن تساؤل تصويت: أذكر 3 صفات لشخصية الباحث الرائد. 3 صفات لشخصية الباحث الرائد. من هو الباحث الرائد؟ طبعا في تصويت الآن موجود، في تصويت موجود عبر الهاشتاج. مدة التصويت 5 دقائق. أرجو من الجميع الإجابة على التصويت. أذكر 3 وأذكري 3 صفات تدل على شخصية الباحث الرائد. أرجو من الإجابة أن تكون في الهاشتاج وليس في سنقفل الآن الشات الموجود أمامنا، وتكون الإجابة على هاشتاج الدورة. ستكون الإجابة على هاشتاج الدورة. أرجو من الجميع التفاعل وخلال 5 دقائق القادمة. الهاشتاج موجود تحت الشريحة على اليسار، الشريحة أمامكم تحت الشريحة على اليسار، وأيضا على حساب مكسب أبدع موجود الهاشتاج جدارات الباحث الرائد SDL. من هو الباحث الرائد؟ هناك 3 أو 4 خيارات: هو المتميز، المبادر، العلمي. أخرى أذكرها. الهاشتاج موجود على حساب مكسب وأبدع، وكذلك موجود الآن تحت الشرائح. الهاشتاج موجود في تويتر، التصويت في تويتر، تصويت آلي. هذا الهاشتاج أمامكم، أنا علمت عليه الآن. ما المقصود بالباحث الرائد؟ جاوبوا في الهاشتاج، الهاشتاج جاهز، فقط أضغط للتصويت فقط.
يا ريت اذا في اجابات اخرى اذكرها تكون تحت الهاشتاج. اللي ما عنده حساب تويتر ما يخالف، لانه لن نستطيع نتابع التغريدات او المشاركات في امامي في الشات. لازم الإجابة، أنا أقول من يملك تويتر لابد أن يجيب، والإجابة فقط تصويت، يعني ما في أي شيء إلا تصويت فقط. طبعا التصويت بقي له فقط دقائق أو بقي له دقيقة ونص، ونقفل التصويت ونأخذ إحصائية ثم إن شاء الله ننطلق. طبعا كل الإجابات الموجودة هنا ما راح نصححها، ما في إجابة صحيحة وإجابة ليست صحيحة. ما اللي يقول لا نملك ما يخالف، اللي ما عنده تويتر ما يخالف، ممكن تتابعنا عن طريق الصوت. التصويت موجود في الهاشتاج. طيب الهاشتاج ما شاء الله وصلت فيه إجابات كثيرة. طيب الآن انتهى التصويت حسب البيان، بس نأخذ الإحصائية. من هو الباحث الرائد؟ هل هو المتميز أم هل هو المبادر أم هل هو العلمي أو أخرى أذكرها؟ طبعا في إجابات وصلت موجودة الآن أمامي في الدردشة، لكن لن أستطيع أن أقرأها. أنا سأقرأ من الهاشتاج الموجود في مكسب وأبدع وفي المكتبة الرقمية. كل الإجابات الموجودة أمامي أنا أستطيع أن أقرأ فيها الآن. طيب ما ظهرت عندي التصويت، ظهر عندك؟ كم صوت؟ اي نعم، اذا التصويت تقريبا لصوته 107 اصوات. طبعا المتميز اخذ 39%، المبادر 33%، العلمي 20%، اخرى 8%. طبعا من خلال ما ساطرحه انا ستكون الاجابه من خلال الشرائح، لكن استطيع ان اقول انه هناك صفات ما لم تتضمنها كلمه المتميز، ولم تتضمنها كلمه المبادر، ولم تتضمنها كلمه العلمي. وكل ما ذكره الزملاء والزميلات في الهاشتاج هي فعلا صفات تعود على شخصيه الباحث الرائد. خلونا الان نبدا في الدوره وننطلق فيها، وان شاء الله نكتشف. طبعا سنضع تعريف للباحث الرائد، من هو الباحث الرائد، لكن قبل ان ننطلق في الدوره، خلونا يعني دائما ناخذ قيادتنا دائما هي من نراها دائما، هي من تضع الرؤيه، وهي من تقود الوطن ان شاء الله الى مصاف الدول والى العالميه والى الرياده. هذه تغريده من حساب ولي أمرنا قائدنا خادم الحرمين الشريفين، ذكر فيها: هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك. هذه تغريدة من حساب
ملك الحزم والعزم ووضعها للمواطنين، ونحن الآن كباحثين، أنا كباحث وأنت كباحثة وهو كباحث، مواطنون إن شاء الله مخلصون نسعى إلى رفعة هذا الوطن وتحقيق هدف الوطن، أنه يكون تكون بلادنا نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على كافة الأصعدة. الآن أنا كباحثة كباحث وأنت كباحثة، كيف أكون باحث رائد حتى أحقق فعلا هذه الرؤية، الرؤية الوطنية؟ كيف نحقق ريادة الوطن ونحقق ما ينشده ولي أمرنا؟ وأيضا كذلك الله عز وجل في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث يعني ذكر الإحسان والإتقان بأكثر من معنى في القرآن وأكثر من معنى في الأحاديث النبوية. كيف نصل لها وكيف نحققها؟ هناك تعريف للباحث الرائد وهو تعريف إجرائي، هو الباحث الذي يحقق مكانة تحمل التفرد، أول خاصية التفرد، وفق رؤية لها أبعاد عالمية ورسالة علمية سامية وأهداف ينطلق منها الباحث وفق منهجية علمية تحقق نتائج ذات تأثيرات إيجابية محلية لحاجات بشرية ضرورية. هذا التعريف الآن. يبقى كم عندي؟ صفة تفرد، رؤية عالمية، رسالة، أهداف ينطلق منها الباحث وفق منهجية علمية تحقق نتائج، مو بس نتائج، نتائج ذات تأثيرات إيجابية محلية لحاجات بشرية ضرورية. هذا تعريف من هو الباحث الرائد. من هو الباحث الرائد؟ هذا تعريف إن شاء الله أنه واضح ودقيق من خلال الصفات التي وضعت تحتها خطوط صفراء. هو الباحث الذي يحقق مكانة تحمل التفرد برؤية لها أبعاد عالمية ورسالة علمية سامية وأهداف ينطلق منها الباحث وفق منهجية علمية تحقق نتائج ذات تأثيرات إيجابية محلية لحاجات بشرية ضرورية. لو دققنا في هذا الباحث، أنا أمثل هذا الباحث وأنت تمثل هذا الباحث. إذن أي باحث لابد يحقق مكانة تحمل التفرد. التفرد هذه تعني إضافة علمية، مو بس إضافة علمية محلية، لا، إضافة محلية علمية محلية وعالمية في نفس الوقت وفق منهجية علمية. يبقى الباحث الرائد له منهجية علمية يستقي منها في بحثه وينطلق منها ليحقق نتائج ذات تأثيرات إيجابية. أنا أقول هناك بعض الباحثين لديهم نتائج لكنها ليست لها تأثيرات إيجابية، لديه بحث ولديه نتائج لكن ما عنده نتائج لها تأثيرات إيجابية محلية، أو بعض الباحثين عنده نتائج لكنها لا تحقق حاجات بشرية، لا تحقق حاجات بشرية عند المجتمع أو مجتمع الباحثين. إذن الباحث الرائد ينبغي أن تتوفر فيه هذه الصفات. طبعا الصفات اللي ذكرتوها: الأمانة، التميز، المبادرة، الريادة، الإخلاص، العلمية، المنهجية، هذه كلها صفات تنطلق تحت المنهجية العلمية وتنطلق تحت الرؤية والتفرد والأهداف والنتائج ذات التأثيرات الإيجابية. هذه ببساطة تعريف الباحث الرائد. طيب كيف يكون بحثي رائد؟ أنا كيف يكون بحثي رائد؟ يكون بحثي رائد منذ انطلاقتي في البحث، قبل أن يعني أبدأ بالبحث وأنا في السنوات المنهجية لعملية البحث وأنا أدرس الآن، ينبغي أن أفكر كيف يكون بحثي رائد. اليوم تحدثت في دورة جامعة الملك سعود، الآن أكرر أقول اجعلوا لكم ملفات الآن، اصنعوها سواء في الجوال أو في برنامج الون نوت أو من خلال النوتات الخاصة فيكم، الدفاتر الخاصة فيكم أنتم. ومثلا اجعلوا لكم ملاحظات للفصل الأول، ملاحظات الفصل الثاني، ملاحظات الفصل الثالث، وهكذا لكافة الفصول تنسيقية حتى تستطيع أن تنسق وتبدأ تختار مواضيع لبحثك ومجالات البحثك. إذن يبدأ الباحث بالتفكير في بحثه كيف يكون رائد
منذ أن يبدأ في السنوات المنهجية، وأنا أنصح به منذ أن تبدأ. لكن كيف يكون بحثي رائد؟ كيف يعني؟ هل بحث، كلمة بحثي رائد يعني لم يسبق إليه أحد؟ هل بحثي رائد يعني أنه لم يتم بحثه من قبل؟ هل بحثي رائد معناته أن بحثي يحقق موضوع جديد من نوعه؟ ما هي مواصفات البحث الرائد أو البحث الجديد أو البحث ذات الصفة الريادية؟ إن شاء الله خلال الدورة بنتحدث عنه وتظهر من خلال الشرائح القادمة. عملية الريادة البحثية والبحث الرائد يعني خذوها مني الآن، هي ليست عملية سحرية أو عملية معقدة ونحتاج فيها إلى مجموعة من الأشياء التي لا يمكن أن تجد. أنا أقول كل باحث يستطيع أن يحقق البحث الرائد أو الباحث الرائد إذا توفرت فيه عدة من الأشياء، وسنتحدث عنها في الشرائح القادمة. أنواع الباحثين، الآن هناك ثلاث أنواع الباحثين من خلال قراءاتنا للباحثين والتنوع فيهم، هناك ثلاث أنواع. أنا أريد أن نركز الآن في الأنواع الثلاثة، من هم وما هو الباحث الرائد الذي يتميز عنهم، من هم الباحثين أو الباحثون وكيف يتميز الباحث الرائد عنهم. أول باحث هو الباحث المجتاز. إيش معنى مجتاز؟ هو الذي يفكر فقط في اجتياز سنوات الدراسة واجتياز سنوات المناقشة. أنا أريد أن أتكلم. إذن يركز هذا الباحث جهوده على اختيار مشكلة بحثية متكررة. يركز على اختيار مشكلة بحثية متكررة قد تغيب فيها شخصية الباحث. قد تغيب فيها شخصية الباحث. لماذا؟ لأن الباحث لم يوسع أفقه ولم يفكر في أصالة بحثية، إذن هذا البحث له أبعاد ضيقة وينطلق من منطقة جغرافية معينة فقط. هدفه في النهاية أن ينجز البحث، فقط هدفه أن ينجز البحث. يعني يختار مشكلة بحثية بحيث أن ينجزها في أقصر وقت وبأقصر الإمكانات، بحيث أنه في النهاية يتخرج بدرجة معينة. هذا النوع من الباحثين بيأخذ الشهادة لكنه لم يصل إلى الباحث الرائد. في باحث آخر هو الباحث المدير. من هو الباحث المدير؟ هو الباحث الذي يعني يفكر في بحثه ويبدأ يعني يفكر في عملية تنظيم البحث وإدارة البيانات وكيف يوظفها على أكمل وجه من خلال تطبيق النظريات والممارسات واختيار الدراسة السابقة. وهذا الباحث يريد أن يستفيد استفادة قصوى من الدراسات السابقة لكن إضافته محدودة. لماذا؟ لم يفكر فقط في البيانات اللي عنده وكيف يديرها وكيف ينجز هذه البيانات. إذن ما هو لا يفكر فقط في الاجتياز، لا، يفكر في الاجتياز ويفكر أيضا في إدارة البيانات. لكن الباحث الرائد اللي هو الصنف الثالث، الباحث الرائد هو ذلك الباحث الذي تركز جهوده في التفكير وفق إجراءات ناقدة تظهر فيها شخصيته ومجال تخصصه، ويكون متعمق شغوف في البحث، مهتم للوصول لفجوة بحثية تحقق إضافة علمية محلية، شوف نرجع للتعريف، وعلمية ذات صفة بحث مستدام بحيث يكون لها بعدا أوسع، يعني يحقق بعد أوسع من البعد المحلي، يحقق بعد أوسع من البعد المحلي. إذن الباحث هذا عنده عملية بناء أصيل من الإرث المعرفي وإضافة مستمرة وابتكار وفجوة بحثية وإضافة علمية، ويحقق عالمية ومحلية، ويفكر في استثمار البحث، يفكر في استثمار البحث، مو يفكر في النتائج والاجتياز ولا كيف يدير البيانات، لا، يفكر كيف يستثمر بحثه بعد أن ينتهي منه. إذن هذا هو الباحث الرائد. أنا أنصح الآن الباحثين الذين اختاروا مشكلات بحثية وانطلقوا فيها أن يفكروا كيف يوظفون بحثهم بعد المناقشة، وهذا الأهم. يعني البحث ممكن تفكر فيه حتى فيما بعد المناقشة، يا إما تنشر من أبحاث،
يا اما الناس اللي عندهم ابحاث تطبيقيه، ممكن اعرف بعض الباحثين استطاعوا ان يستثمروا بملايين الريالات من ابحاثهم بالاتفاق مع كليه التربيه، بالاتفاق مع كليه الطب، كليه الهندسه، او بالشركات العالميه مثل شركه سابك لتخصصات الهندسه، والشركات الاخرى التي لها علاقه بالبحث. انا اقول الان انت كباحث فكر في 3 دوائر. الدائره الاولى دائره الباحث نفسه، الدائره الثانيه دائره البحث، الدائره الثالثه دائره المستفيدين من البحث. الدائره الاولى دائره البحث، الباحث دائره الباحث ماذا اقصد بها؟ اقصد بها انت كباحث كيف تنمي مهاراتك، كيف تكسب صفات النقد، صفات النشر، صفات الشخصيه لك انت. هذا انا باحث ريادي. البحث كيف يحقق البحث ردم فجوه بحثيه، كيف يكون البحث ذا اضافه علميه، كيف يحقق البحث من خلال توصياته نتائج. هذا من خلال البحث، من خلال المستفيدين من البحث سواء مبحوثين او جهه تستفيد من البحث. كيف اتعامل مع المبحوثين وفق اخلاقيه البحث، كيف ابني شراكه علميه مع المبحوثين. انا ادرك تماما نجاح الباحث ونجاح البحث يعتمد على الشراكه العلميه مع المبحوثين، معك، مع الجهه التي تبحث معهم، سواء كانوا عينه بشريه او دراسات عليا او مراجع تاخذ منها. اذا هذه دائره المستفيدين. من ايضا داخل دائره المستفيدين اللي هو الجهه التي ستستفيد من البحث. مثلا انا بحثي في كليه التربيه في على التعليم، انا يبقى انا شريحه المستهدفه وزاره التعليم، المعلمين. كيف انا احقق في بحثي اني اجعل بحث مستديم يحقق رغبه الوزاره في الوصول الى تحقيق رؤيه 2030 او تحقيق المؤشرات البحثيه. اذا انا من خلال الرياده البحثيه ينبغي ان اركز على 3 دوائر: دائره البحث، دائره الباحث، ودائرة المستفيدين من البحث. ارسموها عندكم في دفاتركم في نوتاتكم وفكروا فيها وكيف نوسعها. من خلال الدورات القادمة والجدارات القادمة والمهارات القادمة بإذن الله نحققها. كل الصفات وكل المجالات اللي يحتاجها الباحث سنحققها، وكل الصفات وكل المهارات وكل الجدارات التي يحتاجها البحث سنحققها، وكل الصفات وكل الجدارات وكل المهارات اللي يحتاجها المستفيد سنحققها خلال 27 دورة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، من خلال أعضاء هيئة التدريس الذين سيقدمون الدورة القادمة ويساهمون فيها. إذن هذه 3 دوائر: دائرة البحث، دائرة الباحث، ودائرة المستفيدين من البحث. الآن أريد بصراحة الآن طبعا الناس اللي في سنة أولى أو سنة ثانية أو لأنهم بدأوا في كتابة البحث أو الذين سينطلقون في البحث في الهاشتاج، وأنا سأدخل الهاشتاج الآن، أي من أنواع الباحثين الثلاثة الذين تم ذكرهم سابقا أنت؟ هل أنت باحث رائد أم باحث مدير أم باحث مجتاز؟ أريد بكل صراحة نقيم أنفسنا تقييم صحيح، أين نحن من أنواع الثلاثة، وهل نستطيع أن ننتقل من النوع الأول للنوع الثاني ومن النوع الثاني للنوع الثالث، أو من النوع الثالث ونستطيع أن ننمي أنفسنا. أريد الإجابة على الهاشتاج وسنبدأ إن شاء الله نأخذها. وأنا أقول نستطيع إن شاء الله أن نبنيها. طبعا تمنيت انه حققناها بالتصويت، لكن ما لم نصوت، لم ممكن سيد عزيز ممكن نسوي تصويت الان عليها، تصويت عشان نحترم خصوصيه المشاركين. ممكن نسوي تصويت الان: هل انت باحث رائد، سجل، هل انت باحث رائد، باحث مدير، ام باحث مجتاز؟ الان بنحط التصويت في الهاشتاج.
من هو أو من أنت؟ هل باحث رائد، باحث مدير، أم باحث مجتاز؟ أخرى، طبعا ارفعوا سقف توقعاتكم لكن حققوها إن شاء الله. بعد شوي سنأخذ اللي بيصوت الآن في التصويت، سيكتشف نفسه هل هو فعلا من خلال الدوائر التي سنشرحها في اللقاء أي نوع من أنواع الباحثين هو. خلاص طيب، أتمنى الإجابة داخل هاشتاج الدور اللي أمامكم، جدارات الباحث الرائد SDL. طيب الآن تم وضع التصويت، التصويت موجود الآن أمامكم، سأرتوته. هل أنت باحث رائد أو أنت باحث رائدة، باحث مدير، باحث مجتاز؟ أتمنى التصويت الآن، مدة التصويت تقريبا أبو سعيد خليت التصويت مفتوح أنت، لكن ما يخالف، أنا سأخذ 3 دقائق ثم نقفل التصويت. بس سعيد خله ليه مشتغل؟ ما يشحن. ضع الرابط، الرابط موجود، هذا الرابط أسفل الشريحة. ما يشحن ليه؟ أسفل الشريحة موجود الرابط، أسفل الشريحة على اليسار موجود بتويتر. لا يفتح. طيب بسيط اللابتوب. دكتور ألا توافق فكرتي أن المدير قد يصبح رائد؟ خلينا نقول حنحقق إن شاء الله. طيب سنأخذ نتيجة التصويت الآن لأنه عشان الوقت بس فقط. التصويت 67، طبعا ما نقدر لأنه التصويت فتحه الأخوان خلوه 24 ساعة، لكن سيبقى، خلونا هذه فائدة الآن، هذه فائدة، سيبقى التصويت موجود إلى نهاية الدورة، ويعني سنعلن نتيجة التصويت من خلال إن شاء الله مبادرة مكتب أبدع والمكتبة الرقمية. طبعا هل ممكن يكون باحث مدير ورائد؟ هل ممكن يكون باحث مجتاز ومدير في نفس الوقت؟ هل ممكن طبعا هذه لن أجيب عليها الآن، خلال الشرائح القادمة إن شاء الله سنجيب عليها بإذن الله تبارك وتعالى. الأفضل أن تكون رائدا في بحثك لا أن تكون مديرا له. يعني هذه التغريدة الآن، هذه التغريدة أوحت بشيء من الإجابة على سؤالكم، أن الباحث الرائد يغطي الباحث المجتاز ويغطي الباحث المدير. عشان نفرق، الباحث المجتاز هو الباحث الذي يفكر فقط أنه كيف يجتاز مرحلة السنة المنهجية والسنوات المنهجية ومرحلة المناقشة، وينتهي من البحث، وينتهي يمر هذا الباحث بمرحلة طلاق مع بحثه بهذا المسمى. الباحث الآخر هو الباحث المدير، هو الذي
يفكر في الاجتياز، لكن ايضا يفكر في عملية ادارات البيانات ويحاول ان يتميز فيها وان يكون له بصمة واضحة فيها، لكنه لا يتعدى مجرد ما ان يسلم بحثه ويناقشه خلاص انتهى البحث. الباحث الرائد لا، هو الباحث الذي اي كل منه يفكر في الشهادة، يفكر في الشهادة وفي النتيجة وفي عملية ادارة البيانات، ويفكر في عملية كيف استثمر بحثي وكيف انا احقق فجوة وكيف اضيف وكيف يكون لي صوت تظهر شخصيتي. ما كل هذه يحققها الباحث الرائد، وسنتناول ان شاء الله كل ما يتعلق بهذا الباحث من خلال الشرائح القادمة. الان سؤال ايضا على الهاشتاج، اكتبي خصائص الباحث الرائد تكرما عبر الوسم سريع، هذه ما فيها تصويت. الان اكتب الان الباحث الرائد ما هي خصائصه، مو من هو، ما هي خصائصه، نريد خصائص ولا نريد تعريف له. يعني مثلا الباحث الرائد مثلا من خصائصه، انا بعطيك واحد من الخصائص العلمية، يبقى الباحث الرائد علمي. اكتب الان على الهاشتاج داخل هاشتاج الدورة، ما هي خصائص او صفات الباحث الرائد، ما هي صفات او خصائص الباحث الرائد. اذا تكون اجابات سريعة داخل هاشتاج اختصار الوقت. ما هي خصائص الباحث الرائد؟ اريد الاجابة على الهاشتاج. الهاشتاج هو ارشيف وان شاء الله سيتم تفريغه بعدين وكل منا يزكي. انا سأبدأ اقرأ من الهاشتاج اللي موجود في الباحث الرائد: صبور، ناقد، امين، منهجي، غير متحيز، جاد، مبدع، مفكر، قارئ، نهم، متخصص، يضيف جديد، يطور، مبادئ، علمي، يواكب التطور العلمي، علمي، مفكر، أمانة علمية، الأمانة توظيف بحث لخدمة البحث، علمي. شوف الصفات بدأت تتكرر، الابتكار، أخونا طلال يقول الابتكار، الموضوعية، الأمانة العلمية، القدرات العقلية واللغوية، الأمانة العلمية، تطوير البحث. كلها لو لاحظتوا الآن بدأنا نشترك في الصفات الآن. واضح، غير واضحة، إذا كانت باحثة واضحة، ناقد، غير ناقل، وهذه صفات مميزة جدا، ناقد، غير ناقل. إن شاء الله سنأخذها، متى أكون ناقل ومتى أكون ناقد وما هي المميزات. موضوعية، المنهجية، إبداعي، بدأت تتكرر، سعة الاطلاع، ذكي. كيف يكون الباحث الرائد ذكي؟ خلونا إن شاء الله نتناولها. متجدد وأصيل، صبور، مبدع، علمي، بدأت تتكرر. لن أريد، سأقف عن القراءة، كل مشاركاتكم تحقق، وإن شاء الله في الشريحة القادمة سنبدأ نتناولها واحدة واحدة. هذه أمامكم خصائص الباحث الرائد، أنا تمنيت أنه أستطيع أن أحققها واحدة واحدة لكنه لا أستطيع. ركزوا معي، الألوان اللي أمامكم تعني شيء. من خصائص الباحث الرائد سأبدأ من اليمين أسفل، ملتزم. ملتزم، إيش معنى ملتزم؟ معنى ملتزم، الشريحة اللي جنبها، أو الآسف يقول جنبها، ملتزم بأسس البحث وأنظمة الجامعة والقيم السائدة. ركزوا معايا، بعض الزملاء والزميلات يلتزم بأسس البحث لكنه لا يلتزم بأنظمة الجامعة، ولذلك يوم المناقشة يقول له أستاذ أو أستاذة أنت ما اتبعتي لائحة الدراسات العليا في تطبيق أن الأهداف قبل الأهمية أو الأهمية قبل الأهداف. طبعا ما فيه، طبعا كل البحوث العالم بكل اللغات الكونية تتفق أن هناك معايير علمية ينبغي أن يجب أن تتفق فيها كل جامعات العالم ولغاتها، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفارسية، اللغة الهندية، أن هناك معايير علمية، لكن هناك تنظيمات تختلف من جامعة لجامعة، وهناك قيم سائدة وأخلاقيات، أخلاقية بحث. إذا أول صفة، صفة الالتزام. طيب يجي سؤال، هل صفة الالتزام تتعارض مع صفة المبادرة أو المبادئة
لا، صفة الالتزام لا تختلف أو لا تتعارض مع صفة المبادئة أو صفة الذكاء أو صفة الريادة. يبقى هذه أول صفة، الالتزام. الصفة الثانية شغوف. شغوف، وهذه أنا أقول إذا استطعت أن تصل لحد الشغف بالبحث، ثق تماما كل التحديات ستسهل أمامك. الأخوة والأخوات، اللي الشرائح ما توضح إن شاء الله الشرائح سيتم إرسالها على الإيميلات. الشرائح اللي ما توضح أمامكم أنا أشوف بعض الزملاء والزميلات يصورونها ويضعونها في الهاشتاج، خذوها من الهاشتاج، واللي ما يظهر عنده في الهاشتاج ولا تظهر عنده في الجهاز إن شاء الله سيتم إرسالها عن طريق إيميلاتكم الموجودة. الصفة الثانية والخاصية الثانية من خصائص الباحث الرائد اللي هو شغوف، بمعنى محب للعلم وساعي للابتكار. محب، يعني أنا محب لبحثي، أنا شغوف. إذا تولد الشغف عند الباحث سيحقق الريادة البحثية بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا من صفات الباحث هادف. يبقى الباحث الريادي هادف. ما معنى هادف؟ يهدف إلى تحقيق استدامة بحثية. كلمة الباحث هادف ما معناته أنه عنده أهداف بحث، لا، هذا أهداف البحث في المنهجية وفي الالتزام، لكن هادف لا، أنا أهدف إلى استدامة بحثية. أنا لا أفكر فقط في النتائج، لا، أنا أفكر في النتائج واستثمار النتائج واستثمار بحثي فيما بعد. فأنا لهدف طموح أكثر من هدف تحقيق النتائج. أيضا من خصائص الباحث الرائد أن يكون متكيف. ما معنى متكيف؟ أنا أقول لكم الآن عملية البحث ليس عملية صعبة، عملية سهلة لكن فيها تحديات. هذه التحديات ليس بسبب الصعوبة، لا، بسبب أن عملية البحث عملية علمية، فقط نلتزم ببعض الضوابط والإجراءات والمنهجية ونتكيف معها ونكون سريعين للاستجابة للمتغيرات. مثلا واحد المتغيرات عندي، خلينا نقول متغير المشرف، قد أفاجأ بأن هناك مشرف، خلنا نقول مثلا من كثرة الطلاب اللي عنده، من كثرة المشاريع البحثية، قد لا يكون متفرغ عندي. طب كيف أتكيف أنا مع هذا المشرف؟ كيف أتكيف مع القسم؟ كيف أتكيف مع المراجع اللي باللغة الإنجليزية؟ كيف أنا أقول من الآن حددوا لكم الآن في صفحة، اللي أفتحوا الصفحة أمامكم، حطوا عمودين، عمود أفقي وعمود آسف خط أفقي وخط عمودي. في المربع يظهر عندكم أربع مربعات، المربع اليمين فوق اكتبوا الفرص، المربع اللي تحت اكتبوا التحديات، المربع اليسار اللي فوق اكتبوا نقاط الضعف، والمربع اللي تحت اكتبوا نقاط الضعف، النقاط خلونا نعيدها من جديد معليش. مربع اليمين القوة، مربع اللي تحت الفرص، مربع اللي فوق اليسار عوامل الضعف، المربع اللي تحت اليسار التحدي. هذا نسمى نموذج سوات. أنا أريد كل باحث الآن يكتشف نفسه، إيش الفرص اللي أمامه، إيش التحديات اللي أمامه، إيش نقاط الضعف اللي عندي حتى أعالجها، وإيش التحديات اللي أمامي أيضا وأستطيع أن أتغلب عليها. طيب عن سويت النقاط اللي أمامي الآن، سويتها الآن مثلا وظهرت لي والله عندي نقاط ضعف، كيف أتغلب عليها؟ واحدة من الأشياء الاشتراك في برنامج إدارة بحثية. اثنين، الانضمام إلى مجموعات بحثية. ثلاثة، مثلا متابعة الحسابات العلمية. أربعة، التواصل مع مراجع بحثية، وهكذا. أقصد كل نقاط القوة حولها إلى فرص، وكل الفرص حولها نقاط قوة، كل التحديات حولها إلى فرص، وكل نقاط القوة أسعى إلى تجنبها وتحويلها إلى نقاط قوة ونستطيع أن نحصل عليها. من الخصائص أيضا العلمية، بمعنى أني أنا كباحث ألتزم بالمنهجية العلمية، بحيث أني أقدر التراث العلمي اللي أمامي، أقدر آراء زملائي ومشرفي، لا أبدأ من الصفر. نحن في عملياتنا لا نبدأ من الصفر، نحن في عمليات البحث لا نبدأ من الصفر، كل باحث لا يبدأ من الصفر،
طيب دكتور، هل أنت الآن تناقض نفسك؟ معناته هل بحثي مكرر؟ إذا قلت لا أبدأ من الصفر، هذه إن شاء الله بنتناولها. كلمة لا أبدأ من الصفر، وأنا أعارض، ركزوا معايا، أنا أعارض الباحث اللي يقول ما وجدت مراجع لبحثي، لم أجد مراجع لبحثي، هذا عذر ليس مقبول، كل أبحاثنا لها مراجع، لكن هناك مراجع مباشرة وهناك مراجع غير مباشرة، وسنتناولها إن شاء الله خلال الدورات القادمة في المهارات المطلوبة فيها. إذا الباحث الرائد يلتزم بالعلمية بمعنى تقدير التراث العلمي والالتزام بمنهجية العلمية في النقد وفي رأي المشرف وفي التواصل العلمي وكل ما يتعلق بالتراث العلمي السابق من دراسات سابقة ومن المراجع. قف فوق أكتاف العمالقة، وأنا أقول كل الباحثين أمامنا هم عمالقة، كل الباحثين الذين سبقونا هم العمالقة. متجرد، ما معنى متجرد؟ متجرد معناته يحقق إسهامات لها عائد علمي دون النظر إلى مصالح الشخصية فقط، ما يفكر في الاجتياز، ما يفكر في إدارة البيانات، لا يفكر في أبعد من ذلك، يفكر كيف أنا من خلال المكتبة الرقمية أن بحثي يصل إلى خلينا نقول 100 استشهاد، إلى 1000 استشهاد، إلى 2000 استشهاد اقتباس. بحثي أنا أفتخر إذا وصلت استطعت أن أحقق منه 1000 عائد، بحيث أنه يعني خذوها مني الآن، كلما كثرت الاستشهادات كلما استطعت أن تحقق رؤية سلمان بن عبد العزيز في الريادة العالمية، لأنه إذا كثرت الاستشهادات في بحثك والاقتباسات معناته بدأوا يتداولون بحثك سواء في المجتمع المحلي أو في المجتمع العالمي. فأنا كباحث أتجرد من مصالح الشخصية وأحقق إسهامات وعائد لبحثي، وعشان كذا الباحث هو مستثمر، يعني مستثمر في إمكاناته، يستشير غيره، يعتمد على نفسه، يحقق تنمية مستدامة. الباحث متجدد بالأصفر، متجدد، يسد فجوات علمية لم يتم التطرق إليها. إن شاء الله بنتناول في الدورات القادمة الفجوة البحثية، وهذه فيها دورة متخصصة فيها كيف أحقق فجوة بحثية وكيف أسدها وكيف أحقق إضافة علمية، ما هي الفجوات البحثية وكيف أنا أحققها وأسد هذه الفجوات. إذن الباحث الريادي أو الرائد هو باحث متجدد، هو باحث مثابر يسعى لتحويل الكفايات إلى جدارات، يسعى لتحويل الفرص التحديات إلى فرص، يسعى لتحويل نقاط الضعف التي لديه إلى نقاط قوة. ولذلك هو واثق من نفسه، واثق من نفسه ومقتنع بكل إجراءات البحث، واثق. أنا أقول إذا استطعت أن تحقق الريادة البحثية تستطيع أن تحقق، أن تكون واثق من بحثك. هذه بصفة عامة بعض خصائص وصفات الباحث الريادي. كيف يكون الباحث مستثمر؟ سنحققها إن شاء الله من خلال الشرائح القادمة. الدورة مسجلة إن شاء الله وسيتم نقلها من خلال المكتبة الرقمية، من خلال مكتب أبدع، وتكون إن شاء الله متاحة على اليوتيوب. الآن سؤال، هل كلمة باحث رائد معناته من أول يوم سيكون باحث رائد؟ هل هناك مراحل يمر فيها الباحث حتى يحقق الريادة؟ هناك عدة مراحل يمر بها الباحث، وأنا أقول الشرائح القادمة هي تعزيز لأنفسكم كباحثين. المراحل القادمة هي تعزيز لأنفسكم كباحثين، بحيث أني أنا أعرف إذا الباحث عرف نفسه وعرف المرحلة التي هو فيها يستطيع أن يحقق الباحث رضا عن نفسه وثقة بنفسه. طيب ما هي مراحل تكون الريادة البحثية أو الباحث الرائد؟ ما هي مراحل تكون الريادة البحثية أو الباحث الرائد؟ أرجو الإجابة سريعا في الهاشتاج، ما هي مراحل تكوين الباحث الرائد حتى أصل إلى مرحلة الريادة البحثية؟ أريد الإجابة في الهاشتاج من الزملاء،
لأن الكتابة داخل الشات بتروح مع نهاية الدورة، لكن الكتابة داخل هاشتاج سيبقى الهاشتاج مفتوحا، وسيتم إن شاء الله متابعته من قبل الزملاء، وسيكون مثل الإرشيف الإلكتروني للدورة وأيضا لتقييم الدورة في نهايتها. فأرجو كتابة مراحل، ما هي مراحل تشكل الباحث الرائد، ما هي مراحل تشكل الباحث الرائد؟ أرجو الإجابة من خلال الهاشتاج. الهاشتاج موجود دا يعني تحت كل شريحة. قد يبدأ ببعض سمات الريادة ويصل لكون باحث رائد لاحقا. نعم يمر بمراحل الاطلاع الدائم. ما هي المراحل؟ أنا أريدها مراحل، نقول مرحلة كذا مرحلة كذا مرحلة كذا، يعني يعني مثل مراحل النمو للباحث، مراحل النمو للباحث. طيب، مرحلة الاستكشاف، مرحلة الممارسة، مرحلة الإتقان. أتمنى تسجيلها في الهاشتاج، أتمنى اللي كتبت الأخت تكتبها في الهاشتاج. جميل جدا المراحل اللي كتبت. مرحلة الاطلاع على الجديد، اكتبوها داخل الهاشتاج حتى تبقى ثابتة. أنا سأبدأ أقرأ من الهاشتاج. ممكن تكون الاطلاع المستمر بالتغذية البحثية، مبادرة ثم مثابرة ثم ريادة. جيد، تحديد الأهداف، عمل خطة عمل تطوير، هذه تفصيل التفصيل داخل المراحل. جيدة. لا، كثرة الاطلاع، هذه مراحل. ما هي مراحل تشكل باحث الرائد في السؤال؟ مرحلة ابتدائية، تكوينية، تقويمية، هذه ممتازة، هذه بتفيدني إن شاء الله في تعديل شرائح الدورة. مرحلة ابتدائية، مرحلة ممكن تكون بهذا الشكل اللي كتبت، تقارن بالمراحل اللي بنناقشها وتكون مرحلة تكوين الباحث الرائد، الاطلاع القراءة، مرحلة الاطلاع، مرحلة التنفيذ، مرحلة التأسيسية، مرحلة التطويرية، مرحلة النضج، مرحلة ما قبل الكتابة، مرحلة الكتابة. هذه كلها موجودة، هذه كلها خيارات موجودة. أنا قلتها يا دكتور. طيب، شكرا لكل من شارك ولكل من ساهم، وأنا أقول إذا كان هناك من فائدة ومن أجر فهي عملية تكاملية بيننا جميعا. مرحلة التخطيط، مرحلة الوعي، مرحلة التطوير، والمرحلة النهائية التأصيلية، هذه كلها مراحل جميلة جدا، وسنتناولها إن شاء الله من خلال الشرائح القادمة. طيب، خلونا ناخذ الشرائح القادمة. انا ما ادري في اي شريحة الان، والله صوتي ابوي. طيب، انا طيب. طبعا المفترض ناخذ استراحة 5 دقائق، لكن انا بقول لكم الان ناخذ استراحة دقيقة ونصف فقط. اللي عنده كوب قهوة يشرب، وانا بشرب لي كاس موية وبستريح دقيقة ونصف فقط. اللي عنده أسئلة لما سبق اكتبها في الهاشتاج، وأنا سأقرأها وسأجيب عليها. دقيقة ونصف فقط استراحة، ثم نعود إن شاء الله نكمل. اللي بيكتب ما في صوت، معناته نحن في دقيقة ونصف إن شاء الله. دقيقة قهوة، افعلوا فيها ما شئتم أنتم.
شكرا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نعاود. طبعا اخذنا اكثر من دقيقه ونص لانه تاخر عليه البريك ما جاء، لكن اتقدم بالشكر الجزيل مره اخرى لاخي طلال الجلفان ولاخي سبع عيسى المعدي اللي تواجدهم معي وحرصهم على الجانب التقني وايضا على الجانب الروحي والجانب المعنوي، واسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم جميعا. شكرا لمشاركاتكم في الهاشتاج، شكرا لعطائكم، شكرا لزكاة علمكم وزكاة الدور، ما شاء الله الهاشتاج ثري جدا مميز جدا، وصلنا فيه يعني من خلال ما كتبتم الى ترند. الان اصبح الهاشتاج لكل الوطن يرى ريادة الباحثين والباحثات ويرى مشاركاتهم ان شاء الله. ويعني الان بلغت اخي طلال وعمدت ان شاء الله سيكون هناك فريق من قبل مكتب وابدع وفريق من قبل المكتبة الرقمية ولحصر كل مشاركاتكم إن شاء الله، وأنا سأقيمها وأحكمها، وإن شاء الله سيكون تقرير أيضا سيرسل مع الشرائح على إيميلات المشاركين والمساهمين في الدورة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب تقريبا عندنا نشاط الآن، عندنا نشاط الآن، النشاط هو من خلال هاشتاج الدورة لخص أو لخصي أبرز فوائد الجلسة الأولى. ما هي أبرز فوائد الجلسة الأولى من خلال ما قدم؟ أرجو الإجابة في الهاشتاج سريع جدا. ما هي أبرز فوائد الجلسة الأولى؟ مدة المشاركة دقيقتين فقط وسألتزم بها عشان الوقت أمامنا سريعا أخوات، لأنه سيتم في ضوء التقييم لما سيكون في الجلسة القادمة. اللي سأل عن كيف يكون الدخول للهاشتاج، الهاشتاج موجود الآن أمامكم في الشريحة وموجود أمامكم في حساب المكتبة الرقمية على تويتر، وموجود في حساب مكتب وأبدع وأيضا على حسابي موجودة. طيب ماذا استفدنا؟ أنا سأدخل الآن وأقرأ. ماذا استفدنا من الجلسة الأولى؟ خلونا الآن أنا أقيم نفسي، هل فعلا وصلت المعلومات كما يعني ينبغي؟ وأنا أقول يجب على المدرب أن يستقي، أن يقيم نفسه من خلال المتدربين، وأنا ما أعتبر نفسي مدرب، لكن نظام البرنامج إلا والله أنني أتدرب في كل دورة على أيديكم وعلى ما تكتبونه وعلى نقاشاتكم وعلى أسئلتكم، وأنا أقول يعني الحمد لله أفتخر أنني استطعت أن أبني نفسي من خلال زملائي وزميلاتي سواء في المبادرات أو من خلال الدورات أو من خلال حساب تويتر. وأنا أقول دائما الشخصية الرائدة، ما أقول لنفسي لكن الشخصية الرائدة هي الشخصية التي تتناقح وتتعلم مع من الآخرين. طيب من الأشياء المستفادة أنواع الباحث وخصائصه، تعريف الباحث الرائد، صفاته وخصائصه، أنواع الباحثين، أهم فائدة الحرص على التفكير العلمي المتفحص بعنوان الرسالة، تعلم ما هو الباحث الرائد، كيف يكون باحث رائد، ما يخصص الباحث الرائد، كيف يكون باحث ريادي، سمات الباحث الرائد، أنواع الباحثين، هذه كلها من خلال الفترة الأولى. أسأل الله عز وجل أنه نستطيع إن شاء الله أن نحقق ريادة في أبحاثنا، ريادة لأوطاننا، وأن نساهم في ريادة الوطن في رؤية 2030 من خلال الصفات الموجودة. وأنا أقول كلنا نستطيع، أنا أملك هذه الثقة وأستطيع أن أعزز هذه الثقة فيكم من خلال الدورات القادمة 27 دورة إن شاء الله مع المكتبة الرقمية بإذن الله تبارك وتعالى. أي تساؤل عندكم أو أي مرحلة أو أي خطوة من خطوات البحث سنغطيها إن شاء الله. بحث اليوم الدورة صحيح أنه
فيها كلام، فيها شوي جانب تنظير، لكن إن شاء الله فيها عامل تحفيزي أنا أدرك تماما، وفيها أيضا توجيه للدورات القادمة. الدورات مكتمل العدد، أنا سأعمد الآن الأخ طلال بأن يفتح، طبعا اللقاء الأعداد وصلت 500 وما شاء الله الحضور الآن 300، في 200 ما حضروا، أنا أحمل كل شخص يسجل أمانة علمية، إذا سجلت أحضر أو أترك مجال لآخر غيرك، ممكن تنسحب من الدورة قبل اللقاء، أتمنى من يسجل يحضر، أتمنى من يسجل يحضر أو يترك مجال لغيره، وأيضا إن شاء الله سنرفع السقف، إن شاء الله سنفتح المجال، وسترون إن شاء الله قبل كل دورة سيبدأ التسجيل مرة أخرى لكم بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، مراحل تشكل الباحث الرائد، مراحل تشكل الباحث الرائد. أول مرحلة مرحلة التشكل، بعدين مرحلة العصر، بعدين مرحلة الاستقرار، بعدين مرحلة الأداء. طبعا الترم هذه ماخذينها من نظرية لباحث أو عالم اسمه تكمان، هذا الباحث بالإنجليزي forming, storming, norming, performing، هذه مرحلة التشكل، مرحلة العصر، مرحلة الاستقرار، ومرحلة الأداء. ركزوا معايا الآن، لأن أبغاك تكتشف أنت في أي مرحلة الآن، أو أنت في أي مرحلة. لا تكتبون شيء، ممكن كل واحد يقيم نفسه، بس لا تكتبوا شيء الآن. على مرحلة التشكل لها سلمين أو درجتين، التمهيد والاختيار. مرحلة العصر فيها قبول وفيها تعمق، مرحلة الاستقرار فيها تمكن وفيها اجتياز، مرحلة الأداء فيها الاستثمار. مرحلة الأداء فيها الاستثمار. أنا أقول إذا استطعت أنت كباحث أن تكتشف نفسك في أي مرحلة تستطيع أن تطمئن. يعني بعض الباحثين هو في مرحلة التشكل ويبغى يوصل لمرحلة الاستقرار، ما تقدر أو ما تقدرين. ارحم نفسك وارحمي نفسك، تعرف على المرحلة اللي أنت فيها. إذا تعرفت على المرحلة تستطيع أن تحقق متطلبات كل مرحلة. كل مرحلة من مراحل تشكل الباحث الرائد لها متطلبات، ما هي متطلباتها بنتكلم فيها اليوم، لذلك لا تقلق. مرحلة الدراسة المنهجية لا تقلق، كيف تعرف على مرحلتي بناخذها بعد شوي إن شاء الله. يبقى كل مرحلة لها عدة صفات أو عدة خصائص أو عدة نقاط أو عدة خطوات. كل مرحلة من المراحل، قد أكون في مرحلة التشكل، أنا في مرحلة التشكل ما مطلوب مني أني أكتب في المرحلة هذه، وليس مطلوب مني أن أتعلم النقد، لا. ولذلك لا بعض الزملاء أو الزميلات يقرأ أول ما يدخل يبدأ يقرأ بحوث، أنا أقول خطأ، لأن البحث قد يصدمك وقد تحاكم نفسك في ضوء البحث اللي تقرأه. أقول خطأ، ترى البحث اللي أمامك تقرأه لم ينتج إلا بعد 3 سنوات، ولم ينتج إلا بعد 5 سنواتك في الدكتوراه. لا تظلم نفسك ولا تظلم نفسك في المرحلة الأولى، قد أكون في السنة الأولى وأنا ما وصلت لمرحلة التشكل. طيب، إذا أنا في مرحلة التشكل، كم مدة مرحلة التشكل؟ هل هي 6 أشهر؟ هل هي سنة؟ هل هي سنتين؟ مرحلة العصر هذه بنجيب عليها إن شاء الله خلال الشرح القادمة، لكن المطلوب كل باحث ينبغي أن يعرف المرحلة التي هو فيها وكيف ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، وما هي متطلبات كل مرحلة، وما هي متطلبات كل مرحلة. كل مرحلة لها متطلبات، وأنا أقول معرفة نفسك أفضل لك وأفضل لرحلتك البحثية حتى تعرف وتنتقل من مرحلة إلى أخرى. الآن نبدأ نأخذها مرحلة مرحلة. طبعا في نشاط الآن، في نشاط لكن لن أخذ عليه إجابات، لكن فكروا فيه وممكن تكتبونه عندكم في النوتة. ما التساؤلات التي تتبادر إلى ذهنك في بداية التحقق بالماجستير أو التحقق بالدكتوراه؟ ما هي الأسئلة اللي عندك أول ما تبدأ؟ أخذت قبول الآن وبدأت يعني تحضر للماجستير والدكتوراه، ما هي الأسئلة التي تتبادر إلى ذهنك؟ لا تجيب على السؤال. الأسئلة سأفتح المجال بعد نهاية اللقاء. طبعا الآن الساعة 10 إلا 10 دقائق، أخذنا أول تقريبا 10 دقائق، سنستمر إلى الساعة
عشرة ونص، يفترض العشرة ونص، وسنزود إن شاء الله إلى 10:40. عندنا وقت كافي بإذن الله تبارك وتعالى، وبيكون في أسئلة، سنفتح المجال للأسئلة في وقتها، فلا تكتبون أسئلة الآن لأن لن أقرأها ولن أجيب عليها. إذا فتحنا مجال الأسئلة ابدأوا أسألوا، إن شاء الله أني سأجيبها كلها كاملة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، أول مرحلة مرحلة التمهيد. مرحلة التمهيد، لو لاحظتم في الصورة التعبيرية اللي أمامكم شكل الباحث والباحث الآن في مرحلة التمهيد كأنه يعني منزعج. أنا أقول خطأ في هذا الانزعاج، خطأ الباحث في مرحلة التمهيد أن يكون منزعج أو أن تدمع عينه أو أن يحس بتضجر، خطأ. ولذلك الباحث اللي ما يعرف المرحلة التي هو فيها قد يمر بهذا المرحلة بالانزعاج. وأنا أقول في مرحلة التمهيد لا تنزعجوا ولا تحمل نفسك أكثر من طاقتها. من سوف يساعدني؟ سنجيب عليها إن شاء الله. إذن لماذا تأتي بعض في هذه المرحلة بعض الأسئلة الباحثين؟ لماذا التحقت بالدراسات العليا؟ ما المهارات التي يجب أن تتوفر عندي؟ ما الأمور التي ينبغي علي أن أفعلها؟ ماذا سأحقق من البحث؟ ماذا أريد بعد الرسالة؟ هل موضوع البحث مفيد لي؟ ماذا أريد أنا؟ ماذا يريد مني المجتمع؟ ماذا يريد مني الوطن؟ ماذا سأحقق؟ هذه كلها أسئلة في مرحلة التمهيد. ما هي المهارات اللي عندي أنا؟ كيف بتكون علاقتي مع المشرف؟ كلها في مرحلة التمهيد. أنا أقول ما يخالف، كلما كثرت الأسئلة عندك في هذه المرحلة أنت ناضج وأنت مدرك تماما لعمليات الإجابات اللي أنت ستبنيها. كل سؤال ثق تماما أن الباحثين الذين سبقوك وجدوا إجابات على مراحل متتالية لم توجد الإجابات لهم على طبق من ذهب. إذا مرحلة التمهيد مرحلة مهمة للباحث، وينتقل منها إلى المرحلة الأخرى. متى استطاع الدكتورة آمال كلامك يوصل، بس ما نستطيع أن نحقق شيء فيها الآن. ركزوا معنا، وإذا في أسئلة سنتناولها آخر اللقاء. إذا مرحلة التمهيد هي مرحلة مهمة للباحثين، ونحتاج الباحث أن يتعرف على هذه المرحلة وعلى طبيعة الأسئلة التي تمر عليه. كلما كثرت الأسئلة لا تنزعج، كلما استطعت أن تحقق إجابات لها، بس أحصر الأسئلة. أنا أتمنى عند الباحث في هذه المرحلة أن يحصر الأسئلة التي لديه ويبدأ يبحث في إجابات عنها على حسب المرحلة التي سيحقق منها إجابات، على حسب المرحلة التي سيحقق منها هذه الإجابات. إذا مرحلة التمهيد هي أولى مرحلة التشكل عند الباحث. طيب، السؤال المهم الآن وما شاء الله الأستاذة مدري دكتورة سمر طرحته، كم المدة اللي أخذها مرحلة التمهيد؟ هل هي أبو شهر، شهرين، ثلاثة، أربعة، ستة أشهر؟ كم هذه المدة بالنسبة لي أنا كباحث أو أنا في هذه المرحلة؟ أنا أقول لا تنزعجوا، قد تمر معي هذه المرحلة على حسب قدرات الباحث، وعلى حسب فهم الباحث لنفسه، وعلى حسب المهارات، وعلى حسب قدرتي. طيب، السؤال، هل معت قدرتي في هذا المستوى ما أستطيع أن أنميها؟ لا، نرجع للمربعات اللي رسمناها، نقاط القوة، نقاط الضعف، نقاط التحديات، نقاط الفرص، وأبدأ أنميها وأشتغل عليها. أنا أكون ساعدت نفسي، بدل ما أخلص هذه المرحلة في 3 أشهر ممكن أخلصها في شهر، وبدل ما أخلصها في مثلا 6 أشهر خلصها في 3 أشهر، وهكذا على حسب مهاراتي. لكن كل نفس آسف، الآية في سورة القيامة اللي تقول بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان أعظم آية في القرآن تدل على اكتشاف النفس. بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت كباحث أدرى بنفسك وبتقييم نفسك وبالانتقال بنفسك من مرحلة إلى مرحلة. يبقى أول مرحلة من مراحل التشكل هي مرحلة الاختيار، عاصف التمهيد. بعد أن أعدي هذه المرحلة تأتي عملية الاختيار. خلاص، أنا اطمنت على الأسئلة اللي عندي أنا،
ثم أبدأ ما هو المجال البحث اللي أختاره، ما سبب اختياري لموضوع بحثي. الآن بدأت أختار أنا كيف سأقرأ، في أي منهج سأبحث، كيف أتأكد من خطواتي، كيف أتأكد من الفجوة البحثية، ما هي المشكلة البحثية، كيف سأغلق الفجوة. هذه كلها الآن أسئلة اختيارات. خلاص أنا اطمنت في مرحلة التمهيد، أنا وصلت لمرحلة الاختيار. يا لو رأيت الباحث الآن في الصورة النمطية اللي أمامكم الآن، الصورة اللي أمامكم النمطية، كان الباحث بدأ في مرحلة تصالح، بدأ في مرحلة تصالح مع نفسه ومع عملية ارتياح لنفسه، إذا بدأ يفكر في الاختيار. طيب وين دكتور أنت الآن كتبت الأسئلة اللي أمامنا الآن، وين الإجابات لها؟ أقول هذه الإجابات إن شاء الله في 27 الدورة سنحققها سؤالا سؤالا بإذن الله تعالى. عندنا دورات في هذه الأسئلة سنتناولها إن شاء الله خلال الدورات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب إذا مرحلة التشكل فيها فيها خطوتين، خطوة التمهيد وخطوة خطوة التمهيد وخطوة الاختيار. طيب هذه مرحلة التشكل. المرحلة الثانية ايش هي اللي بيذكر معنا اللي متابع معنا بعد التشكل؟ مرحلة ايش؟ مرحلة اختيار الموضوع هي من الدورات اللي سنقدمها. مرحلة العصف، يبقى مرحلة التشكل المرحلة الثانية مرحلة العصف. مرحلة العصف فيها ايضا مرحلتين، مرحلة التعمق والتخطيط. يبقى خلاص الان عرفت الاسئلة اللي امامي، عرفت الاسئلة اللي امامي وعرفت الاختيارات او ظهرت اختيارات امامي، ابدأ اخطط في ضوء اختياراتي. انا مثلا بدأت اخترت المشكلة، اخترت الفجوة، اخترت الموضوع، اخترت المجال، اخترت الاداة، اخترت 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 اخترت. ابدأ الان اعصف عصف، مرحلة العصف اللي هي مرحلة التعمق. ما هي النظرية او الفرضية اللي باخذها انا؟ كيف اوظف؟ شوف انا بدأت اتعمق انا. ما هي النظرية والفرضية؟ ما الفرق بين الاطار النظري والاطار المفاهيمي؟ وانا اشيد بالدكتورة ندى الصالح، قدمت مع مكسب وابدع في سناب شات لمدة تقريبا 26 دقيقة، موجودة على مكسب وأبدع، تابعوا مكسب وأبدع، موجودة قدمت الإطار النظري والإطار المفاهيمي. وإن شاء الله عندنا الدورة هذه بنكررها في الجدارات، الإطار النظري والإطار المفاهيمي وما الفرق بينهما، ما هو المنهج والمنهجية، ما المجتمع والعينة ولماذا. هذه كلها مرحلة تعمق الآن في البحث. كان عندي أسئلة، أخترت في ضوء الأسئلة أبدأ أتعمق في البحث، وكأني انتقلت إلى مهارات وجدارات أخرى بنتعود بناخذها ان شاء الله خلال الدورات القادمه باذن الله تبارك وتعالى. اذا هذه مرحله التعمق والتخطيط في عمليه العصف الذهني. بعد عمليه التعمق، ما زلنا في العصر، تأتي مرحلة التمكن. مرحلة التمكن معناته الآن بدأت أنا كباحث الآن أقيم نفسي. قبل الإتقان، ما زلت في العصر الآن. في مرحلة التمكن بدأت أقيم نفسي أنا، كم المعارف اللي امتلكتها من مجال بحثي، كم المبررات العلمية اللي أنا وظفتها، ما مدى تمكني من البيانات، ما مستوى معلوماتي مع البحث المشرف، ما مستوى معلوماتي في نموذج أنا قدمته سابقا في دورة لمرحلة العلاقة بين المشرف والطالب. ركزوا معايا، في بداية الرحلة المشرف يمتلك 100% من المعلومات، أنت تمتلك معلش خلنا نقولها 0%. بعد شهرين أنت تمتلك 10%، المشرف صار عنده 90%. بعد 6 أشهر أنت امتلكت 40%، المشرف امتلك 60%. كلما زادت معلوماتك كلما قل الاعتماد على المشرف.
بعدين انت بتصير اكثر خبره من المشرف. في نهايه البحث انت تصل، الباحث اللي ما بيحقق هذه المعادله معناته ما زال في مرحله التشكل. هل وصلت لمرحله الرواد؟ ما مستوى اللغه الاكاديميه عندي والمصطلحات العلميه؟ كيف ساقنع الباحثين؟ شوف الان بدا الباحث ما يسال اسئله اختيار، لا، بدا الباحث يسال اسئله التمكن، بدا الباحث يسال اسئله التمكن. يبقى عندي مرحله التشكل، بعدين مرحله العصر، بعدين المرحله الثالثه اللي مرحله الاستقرار اللي ابدا فيها اتمكن واصل فيها الى مرحله من يعني وضوح الرؤيه عندي انا، وضوح الرؤيه عندي انا. ثم مرحله الاجتياز، وهذه معناته الان بدا خلاص حققت الاشياء. كيف اكتب الملخص؟ كيف اجري تعديلات المناقشه؟ الان بدا الباحث يفكر ما بعد التمكن، خلاص هو ضامن نفسه انه متمكن، الان بدا يستقر الباحث. الان ما هي المكتبات التي ساجعل بحثي فيها؟ الان يفكر في استثمار، كيف بحث على الوثيقه؟ ما اجراءات اخلاء الطرف؟ اين ساكمل مسيرتي بعد البحث؟ هذه من ما بعد البحث، هي في نهايه البحث وما بعد البحث، ما الخطه الجديده؟ ما المخطط الجديد؟ هذه كلها من الاسئله التي تاتي في مرحله الاستقرار للباحث. اخر مرحله من مراحل عمليات، من مراحل عمليه الاداء، اللي مرحله الاستثمار. خلاص انا الان فكرت في المناقشه واشتغلت المناقشه، فكرت في المكتبات، فكرت في كيف اعدل بحثي، وهي اهم مرحله تحدد ماذا ينبغي على الباحث الرائد فعله. ماذا ينبغي على الباحث الرائد فعله؟ شوف الان ايش الاسئله عندي انا، ما الجهات التي سيستفيد من البحث؟ ما الاجزاء التي سانشرها من البحث ولماذا؟ كيف احقق رياده بحثيه؟ ما هي الفرص والتحديات؟ ما البعد الزماني والمكاني للبحث؟ هل بحثي فقط سأطبقه في الرياض؟ آسف، نتائج بحثي. هل بحثي فقط في المملكة؟ هل بحثي في المملكة والخليج؟ هل بحثي في المملكة والخليج والدول العربية؟ هل بحثي في المملكة والخليج والدول العربية والعالم؟ يبقى أنا كيف أكون قدوة في 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 بحثي؟ هذه أسئلة استثمار وأسئلة أداء أكثر استقرار. وأبدأ أفكر في الثلاث دوائر: دائرة مؤسسات التعليم العالي اللي هي الجامعات ومراكز الأبحاث، ودائرة مؤسسات التعليم أو الوظائف الحكومية التي لها علاقة ببحثي، مو شرط التعليم، ممكن الصحة، ممكن الزراعة، ممكن الهندسة، أي قطاع آخر. أفكر في البحث، ما أفكر في وظائف عندهم، لا، أفكر في البحث. ومؤسسات الأعمال، واحد من الباحثين في تخصص التربية أنا أعرفه تماما، صديق لي، استثمر بحثه مو مع وزارة التعليم ولا هو مع الجامعات، لا، استثمر بحثه مع شركة في عمليات استشارات مدارس الرياض الرائدة. يعني البحث استثمر مع شركة، طبعا اللي أخذوا من البحث اللي أعرف 200,000 ريال من هالبحث، حول بحثه إلى عمليات تطبيق فقط، حول بحثه إلى عمليات تطبيق، واستطاع أن يساهم به في تغيير بعض إدارات المدرسة. هو بحث في إدارة التخطيط، واستطاع أن يحقق منه عائد 200,000 باجتهاد وتواصل شخصي. يبقى هو تعدى مرحلة الاستقرار وبدأ يفكر في عملية الاستثمار. أنا أقول خسارة الذي ما يستثمر بحثه. أنا بحث الدكتوراه سأستثمره إن شاء الله، وسأعلن عبر حسابي الجهة التي تستثمر بحثي بإذن الله تبارك وتعالى. أنا سأعدكم من خلال بحثي ما هي الجهة التي سأستثمر فيها بحثي. بحثي انتهت من تقريبا 6 شهور أو أقل من 6 شهور، لكن سأستثمر. وأنا أقول كلنا يستطيع أن يفكر في استثمار بحثه،
وخذوها مني الآن وانقلوها عني. لا تلومون المكتبات تقولون والله جامعاتنا البحوث حقتنا على الأرفف. أنا أقول لا تلوم المكتبات، أنا أقول كل باحث يلوم نفسه. الآن بسأل سؤال، الآن الباحثين اللي خلصوا والدكاترة اللي معنا في القاعة الآن موجودين الآن، البحث الآن مطلوب منا كباحثين في السعودية نسلمه في المكتبة الرقمية نسخة، واللي أعرف مكتبة الجامعة نسخة، ومكتبة الملك فهد نسخة. كلنا مرينا في المرحلة هذه، صحيح؟ اللي خلص الماجستير الدكتوراه واحد، نعم ممتاز، نعم تمام. طيب بسأل السؤال الثاني، لا هذا السؤال المهم، هذا السؤال الريادي أو سؤال الاستقرار أو سؤال الاستثمار. كم واحد تواصل مع مكتبة أجنبية في بحثه؟ واحد. اثنين، كم واحد تواصل مع شركة خاصة في بحثه؟ ثلاثة، كم واحد بدأ ينشر بحثه، يأخذ فصول من بحثه ينشره؟ أربعة، مجلات علمية هذه أتكلم أنا. كم واحد استطاع أن يبني علاقة مع باحثين آخرين ويطلع بأفكار بحثية؟ طبعا في بدأوا يحطون أرقام واحد، ممتاز جدا ممتاز، وأسأل الله أن يوفقكم. أنا أقول تواصلوا الآن، تستطيعون تحققون فيه. أنا أقول الذين استطاعوا، أنا لا أريد إجابات، موفقين وأسأل الله أن ينفع بكم، لكن أقول أنتم الآن تعديتم مرحلة الاستقرار إلى مرحلة الاستثمار، وأنا أقول استثمروا أيضا أبحاثكم ماديا وبما يعود على الوطن ويحقق ريادة عالمية. عندي الآن مثال واقع أمامكم الآن، مثال تطبيقي على أبحاث العلوم التقنية أمامكم الآن. مثال خلونا نأخذ الآن تخصص العلوم التقنية، اللي مثلا تخصصي حاسب آلي، أو مثلا تخصصي خلنا نقول هندسة تطبيقية أو هندسة ميكانيكية. هذا الباحث أول ما بدأ الباحث راح لخطة الوطنية للعلوم التقنية والابتكار. من يشرف على الخطة هذه؟ يشرف عليها مكتب، وأنا أقول لكم الآن جهتين في الوطن تواصلوا معها، جهتين في الوطن تواصلوا معها. الجهة الأولى اللي هي مدينة الملك عبد العزيز لعلوم التقنية. اثنين مراكز الأبحاث. هل تعلمون عندنا في السعودية أكثر من 236 مركز بحث؟ طيب كيف أتواصل مع هالثنتين هذه؟ أنا أقول تواصلوا معها عن طريق المواقع، ولديهم دعم مادي كبير جدا، ولديهم تبني للبحث منذ انطلاقتك معهم، ممكن تبني شراكة معهم. بل أعرف أن مدينة الملك عبد العزيز تستطيع أن توفر لك مشرف مساند، أن توفر لك مشرف مساند أيضا كذلك لعملية البحث. توكلوا على الله عز وجل، تواصلوا مع مدينة الملك عبد العزيز، تواصلوا مع مراكز الأبحاث. إذن هذا الباحث أول شيء تواصل مع مدينة الملك عبد العزيز، تواصل مع الوزارات والهيئات الحكومية التي تستطيع أن تحقق بحثه. أنا أقول الآن بسألكم سؤال، لا تجاوبني، ما أبغى إجابات على الهاشتاج ولا على الأليه. كم واحد استطاع أن يتواصل مع رؤية المملكة 2030؟ الرؤية لها مكتب ولها موقع. كم واحد استطاع؟ كم واحد استطاع أن يقرأ الرؤية ويعلق فيها بحثه، يتواصل مع الرؤية مثلا؟ والله أنا من خلال الرؤية، طبعا هناك في شيء اسمه رؤية المملكة 2030، وهناك شيء اسمه بادرة التحول الوطني 2030. الرؤية هي استراتيجية عامة، المبادرة هي برامج ومبادرات لتحقيق الرؤية. أنا أقول تواصلوا معها، ملفاتهم موجودة على موقع حقهم سعودي فيجن 2030، أو اكتب في محرك جوجل رؤية 2030، وأرجو من الزملاء يضعونها في الهاشتاج رؤية 2030، اطبعوا الملف وحطوه من ضمن المراجع عندكم. خذوها مني الآن، من لم من الآن صاعدا، خلي راح، من لم يضع رؤية 2030 في بحثه أو في مراجع بحثه، أنا أقول لم يسعى إلى تحقيق الريادة البحثية الوطنة. معلش خلنا نقولها بهذه الرؤية وبهذه الوطنية الخالصة التي يدين بها الله عز وجل. يبقى هذا الباحث رجع للخطة الوطنية أو ل2030، رجع لوزارة الهيئات الحكومية، رجع للمراكز البحثية، رجع للقطاع الخاص، رجع للمجتمع. ركزوا معايا، شوف كم
كم دائرة تواصل معها بعد الاستقرار؟ واحدة، ثنتين، ثلاث، أربع، خمس دوائر، حتى استطاع أن يفكر في عملية أنه كيف بحث يكون رائد. أغلب المقررات نربطها برؤية بالرؤية وبالتحولات الوطنية، أنا أريد ربطها إجرائيا من خلال أهدافكم. يعني أبغى واحد من الأهداف مثلا، أقول هدف على كيف الآن مثلا ما خلي أقول مثلا، الآن يسعى البحث الحالي إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل في ضوء متطلبات رؤية 2030 الهدف الاستراتيجي رقم 5. يا سلام، والله إن استطعت أن تحققها بهذا الشكل ورحت لرؤية المملكة 2030 ممكن تبدأ تحقق. البحوث الشرعية كيف مربط؟ أنا أقول البحوث الشرعية أنتم أصل القيم. الآن الوطن لو رجعت للرؤية وحلل فيها والتاريخي كذلك، الآن حظكم التاريخ. الآن السعودية مثلا من خلال العلا، من خلال المدن السياحية والأثرية، الآن تسعى الدولة إلى أن تكون أن تستقطب سياح من خلال المواقع الجغرافية والتراثية. كيف تساهمون في توظيف رؤية المملكة وإسهام في تطوير المناطق ودراستها تاريخيا بالنسبة للمواد؟ طبعا ما أستطيع أخواني جابكم كلكم، لكن تستطيعون. أقول اقرأوها. وشكرا لأخونا ياسر في مشروع البكريس يقول استطعت أن أوظفها. تستطيعون. أرجع مرة ثانية للعلوم الشرعية، في شيء اسمه القيم، في شيء اسمه الحوار، أشياء كثيرة ممكن نربطها. أقرأ الرؤية أولا وحللوها من كل سطر، تستطيعون أن تحصلوا فيها. شوف الباحث هذا بعدما استطاع بدأ يحقق هذه العوائد. الآن العوائد بدأ يحققها للبحث وللباحث ولمجتمعه من خلال عمليات البحثية ومن خلال نتائج البحث ومن خلال التواصل مع مراكز الأبحاث ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والجهات الوزارية الأخرى والقطاع الخاص والمجتمع، وكلنا يستطيع. أنا خلونا نقول مثلا باحث، خلونا نقول أرجع مرة ثانية للأخت اللي سألت في العلوم الشرعية، هل تدركين الآن أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الله يحفظه جالس يدعم في الجمعيات الخيرية والجمعيات الوطنية بمبالغ مالية طائلة؟ كل هذا من أجل إيش؟ من أجل أن يحقق. الأخت ماجدة تقول أنا أستاذة مشارك مصرية معجبة جدا برؤية المملكة 2030، نحن فخورين بمصر وفخورين بكل يعني أستاذ ساهم معنا في تدريس أبناء الوطن وبناته، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق دكتورة، والقادم أجمل لأبناء وبنات الوطن إن شاء الله، والتعاون. الملك سلمان الله يحفظه كان في روسيا وذكر قال نريد الآن التعاون بين الدول أن يكون على مستوى العلم مستوى المعرفة، وأنا أقول أن أحفادنا ما قصروا، وأن علينا إن شاء الله ما بقول حمل ثقيل، علينا ريادة علمية وبحثية سنحققها إن شاء الله من خلال تجويد أبحاثنا من خلال تحقيق الرؤية القادمة. أنا أقول خلونا اليوم في هذه الدورة ننطلق بالريادة البحثية بالبحوث الرائدة. كيف أنا باحث رائد؟ ما هي خصائص الباحث الرائد؟ ما هي المراحل التي أمر فيها؟ ما هي متطلباتها؟ ما هي التواصل؟ ما هي كيف أستقر في بحثي؟ كيف أحقق استثمار؟ كيف أحقق عوائد مثلا على رؤية 2030؟ على المجتمع، على الجمعيات، على المراكز البحثية، على الوزارات، وما أكثرها. يعني ولنا أمثلة كثيرة، أعطيكم مثالين لوزيرين الآن. وزير التعليم العيسى الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى غرد من حسابه قبل أقل من شهر ذكر بالجامعات التطبيقية وقال أريد أبحاثكم وآراءكم مقترحاتكم تنطلق حولها ومنها. وزير الصحة الدكتور الربيعة انطلق أيضا من هاشتاج وذكر ما هي أولويات وزارة الصحة اللي تريدونها. أنا أقول هذه الآن بدأ الوطن يفتح من خلال الرؤية
أن يحقق يعني أمل، يعني أمل الوطن وريادة القائد وحزم القائد وعزمه من خلال تجويده. وأنا أقول كل باحث أيا كان مجاله وأيا كان موضوعه وأيا كان بحثه يستطيع أن يساهم في أن يساهم في وطنه، وأن يحقق من خلال البحث نماء وتنمية مستدامة ومعرفة مضافة للوطن. كيف يحقق الرؤية إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى سنتناولها خلال الدورة القادمة الرؤية، وسنطلب من جميع المدربين أن يحققوا فيها، وأسأل المدربين سيجاوبون فيها. أنا إن شاء الله طبعا تقريبا هذه آخر شريحة معنا تقريبا 20 دقيقة سأتناول فيها إن شاء الله معكم الإجابة. أتقدم لكم بالشكر الجزيل لكم ولكافة المتابعين وللزملاء الأفاضل لكل ما قدمتموه منما ولكل ما أثريتموه في الهاشتاج. أنا سأتواجد 20 دقيقة معكم، وسأتواجد بعد الهاشتاج كذلك، أكون موجود إن شاء الله في داخل الهاشتاج للإجابة، وسيتولون الزملاء في مكتب أبدع والمكتبة الرقمية حصر الأسئلة وحصر المقترحات وحصر كل ما تم مداولة إن شاء الله وتزيدكم باللازم. أنا أقول نحتاج عملية بناء من خلال ما ذكرنا، نحتاج إلى أن نتواصل من خلال مجموعة البحثية، وأنا يعني أدعو المكتبة الرقمية يعني ما أدري من خلال يمكن الجامعات إلى الاهتمام بموضوع المجموعة البحثية وكيف ممكن نحولها إلى مبادرة. تقدم بالشكر الجزيل لزملائي في المكتبة الرقمية بقيادة الدكتور عبد الحميد السليمان والأستاذ طلال وجميع الزملاء معهم، وأيضا زملائي في مكتب أبدع بقيادة الأخ سعد العزيز وجميع من أسهم وشارك في برنامج الجدارات على مستوى النواب النائب التواصل العلمي والدكتور عطية الهلالي والأستاذ محمد الغيربي والأستاذ أمين العنزي نائبة الرئيس للمبادرات المعيية والبرامج التطويرية والأستاذ عبد العزيز المعدي وكل الزملاء والزميلات بدون استثناء الذين يعملون خلف الشاشة وخلف تويتر وخلف اللجان البحثية وهم كثر، وأنتم أنتم وقود خلينا نقول هممنا ومبادراتنا، والوطن ينتظر منا المميز وينتظر منا القادم. وأعدكم إن شاء الله من خلال جدارة البحثية القادمة بقي لنا 27 دورة نحقق إن شاء الله رؤية الباحث الرائد. بدأنا اليوم بسلسلة اللي هو تنمية الذات أو زيادة مؤشر الثقة والتعرف على النفس واكتشاف المراحل، وإن شاء الله كل أسئلتكم اللي كتبناها اليوم واللي موجود في الهاشتاج سنحقق إجابات لها خلال الدورة القادمة. أنا سأفتح الهاشتاج الآن، أرجو من الجميع إذا كانت أسئلة تكتب في الهاشتاج أو تكتب أيضا داخل الشات وسأجيب عليها إن شاء الله في ضوء الوقت المتاح. أشكر الجميع ما كتب في الهاشتاج، المشاركات من الجميع مميزة، والعلم اللي يعني المتبادل هو تكاملي وأجره نافع إن شاء الله وممتد. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا ويحفظ والدينا وأن يغفر لمن مات منهم وأن يغفر لوالدتي ويرحمها في هذه الساعة ويعلي قدرها ويجعل هذه الدورة كل ما أقدم في ميزان حسناتها، وأن يعلي بما قدمت شأن الوطن الغالي، وأن يوفقنا جميعا لما يحب يرضى. وأترك المجال لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن على تويتر رابط تقييم الدورة، أرجو من الزملاء تقييم الدورة حتى نستطيع أن نقيم الدورات القادمة في ضوئها. السلام عليكم. في نهاية الدورة التدريبية نشكر الدكتور سعود الصلاحي على ما قدم من مجهود رائع ومتميز في تقديم هذه الدورة التدريبية،
وأيضا نشكر الجميع، الإخوة والأخوات اللي حضروا الدورة التدريبية، و نتمنى أن نراكم إن شاء الله في الدورات القادمة من برنامج الدورات البحثية، وأيضا من برنامج الدورات الناشرين اللي تقدمها المكتبة الرقمية السعودية. طيب. طبعا اللي يسأل فيما يخص فتح عدد من المقاعد في الدورات القادمة، بإذن الله سيتم فتح عدد من المقاعد في الدورات التدريبية الخاصة بالجدارات البحثية إن شاء الله من بداية من يوم غد. في اللي حاب أنه يسجل بإذن الله من الساعة 9 صباحا سيتم فتح 100 مقعد في كل دورة تدريبية، ونتمنى من الجميع الحضور والاستفادة من هذه الدورات المتميزة والتي تساعد الباحث في بحوثه العلمية. فيما يخص أيضا الشهادات، أيضا سيتم إرسالها غدا، لكن نتمنى أن الجميع دخل بنفس الاسم الثلاثي المسجل في نظام المكتبة الرقمية السعودية. وبإذن الله خلال 24 ساعة سيتم توزيع كافة الشهادات لكل الحاضرين والذين حضروا هذه الدورة التدريبية. أوكي، خلينا نشوف بعض الأسئلة، إذا كان في بعض الأسئلة فيما يخص المكتبة الرقمية السعودية. أوكي، ما في إشكال إذا الاسم مو ثلاثي، الاسم أهم شيء، الاسم ثنائي أو حتى بالبريد الإلكتروني، لو واحد مثلا حيدخل بالبريد الإلكتروني ما في مانع، إحنا ممكن نختار إما الاسم الثلاثي أو الاسم الثنائي، لكن الأفضل الاسم الثلاثي إما باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية حسب ما تم تسجيله عبر النظام. وأيضا أحب أن أنوه أن الشهادة حتكون يعني معتمدة على النموذج الذي تم تعبئته، إذا كانت مثلا إذا كان النموذج بالعربي ستكون الشهادة بالعربي، إذا كان النموذج بالإنجليزي ستكون الشهادة باللغة الإنجليزية. طيب، أوكي، إذا كان في أي إشكاليات. الحقيبة التدريبية ستكون متاحة على بوابة المكتبة الرقمية السعودية تحت اللي هي أو في جدول الدورات التدريبية، ستكون إن شاء الله متاحة من يوم غد بمشيئة الله أو قريبا بمشيئة الله. طيب، شكرا للجميع، والله يعطيكم العافية، وإن شاء الله نشوفكم في برنامج آخر. السلام عليكم. طيب، إذا كان في أسئلة، إذا كان في أسئلة علمية الآن ممكن تطرح في ال، من عندي مشكلة في النت، فما استطعت أن أدخل على ال، ما استطعت أن أدخل على الهاشتاج، فاللي عنده أسئلة يكتبها هنا.